السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام في كل مكان. كيف حالكم؟ إن شاء الله تمام، ورجعنا لكم بعد انقطاع فترة مش بسيطة يعني بحلقة جديدة وبفيديو جديد، وأكيد أنتم كنتم منتظرين. انتظرتونا صح؟ من بيلاروسيا، الدراسة في بيلاروسيا، السياحة، الاستثمار، شراء العقار، العلاج، وكل ما يهمك عن بيلاروسيا. اشترك الآن. طيب، لما نحكي عن البعثات الدراسية، البعثات الطلابية، الدراسة بالخارج، فإحنا بنتحدث عن أهم شغلة وأهم شيء وأهم الأمور اللي بيحلم فيها كثير من الطلاب والجامعيين، خاصة في بلادنا العربية. ليش؟ لأنها مش بس بتوفر لهم مكسب علمي فقط، وإنما تمنح لهم درجة تحصيلية عالمية تفوق ما توفره الجامعات المحلية في كثير جدا من الأحيان. إضافة إلى هذه النقطة، الدراسة بالخارج هي انتقال لمجتمع جديد، يعني إن اكتساب ثقافة جديدة والانخراط مع عقليات متنوعة. بس العائق والمشكلة اللي بتقف قدام أي طالب بيحتاج فيها هو الإرشاد اللازم لحصوله على المعلومات الكافية حول الجامعة، حول الدولة، حول التكاليف، حول التخطيطات للسفر. في هذا الفيديو كما عودناكم في قناة من بيلاروسيا أنه راح نرافقكم في جولة لأبرز وأشهر الجامعات في هذه البلد اللي هي بيلاروسيا. ابقوا معي. أول جامعة معنا اللي راح تفيدك إذا أنت كنت حابب تدرس الطب، جامعة ممتازة جدا، جامعة مشهورة، اسمها جامعة فيتوبسك الطبية الحكومية للصداقة العالمية. هذه الجامعة من أعرق الجامعات البيلاروسية، تأسست قديما قبل تقريبا يعني فترة طويلة اللي هي في عام 1934. فيها تخصصات كثيرة مهمة جدا لأي طالب حابب يدرس طب، اللي هو الطب العام، طب الأسنان، الصيدلة، وحتى الصيدلة عن بعد. والحلو في هذا الموضوع إنه دراسة الطب ممكن تدرسها باللغة الإنجليزية والروسية. ممكن واحد يجي ويحكي لي طيب أنا ما بعرفش إنجليزي، أنا ما بعرفش روسي. هذه الجامعة بتقدم لك برضو سنة تحضيرية باللغة الروسية واللغة الإنجليزية. الجامعة الثانية اللي راح تفيدك على الأكيد هي جامعة الطب البيطري. في ناس كثير بيقول لك لا أنا بحب أدرس طب أو إشي له علاقة بالطب، بس ما بحبش الطب البشري، اللي هو في عنا الطب البيطري. أيضا هي أكاديمية فيتبسك الحكومية للطب البيطري، توفر هذه الأكاديمية عدة تخصصات طبية بيطرية مع سنة تحضيرية باللغة الروسية. ثالث جامعة وهي ما ننصحك بالتوجه إليه إذا ما كنت مهتم بالجانب العلمي عموما، جامعة فيتبسك الحكومية. تقدم لك هذه الجامعة تخصصات متعددة من البرمجيات، أنظمة الوساطة المتعددة، الرياضيات، علم الأحياء وإلى آخره في هذه التخصصات. بعد الجامعات الثلاث السابقة لابد أن نلتفت لأصحاب توجه آخر، الطلبة الراغبون بدراسة الاقتصاد والجرافيكس وغيرها من التخصصات التقنية أو المالية، وهي جامعة فيتبسك الحكومية التكنولوجية. هذه الجامعة تعرض التخصصات لكل من يرغب أن يكون مستقبل مهندس اقتصادي، خبير تسويقي، مصمم، مهندس عمليات وإلى آخره. بالحديث عن التكنولوجيا كمجال للدراسة لابد أن نذكر جامعتين تقدم كل واحدة منها تخصصات قوية جدا، اللي هي جامعة بيلاروسيا الحكومية المعلوماتية والإلكترونيات الراديوية، وجامعة بيلاروسيا التقنية الحكومية طبعا. وتقدم هذه الجامعتان تخصصاتها في الاتصالات، الروبوتات، والذكاء الصناعي، والتصميم وغيرها. آخر جامعة معنا أو أكاديمية هي أكاديمية الطيران الحكومي، كل ما يتعلق في المجال الجوي، هندسة الطيران بكافة فروعها. فإذا كنت مهتم بهذا المجال فأكاديمية الطيران الحكومية ستكون الخيار الأمثل لك. هذا كان الجزء الأول من موضوعنا. أما الجزء الثاني، ما هي الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه الجامعات؟ تشترط الجامعات البيلاروسية عناصر مشتركة بينها، وهي تقريباً شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أهم شيء هذه الأوراق تكون باللغة الإنجليزية
أو الروسية وليست العربية. صورة من جواز السفر لا تقل صلاحيته عن سنة. وأيضا من الأوراق المهمة جدا والمتطلبات اللي هو شهادة خلو من الأمراض العامة بشكل عام وفحص نقص المناعة الإيدز. طبعا هذه الأوراق يفضل أن تكون أما باللغة الروسية أو اللغة الإنجليزية طبعا. وجامعات كثير بيطلبوا صورة عن شهادة الميلاد مترجمة إلى اللغة الروسية. وجواز السفر طبعا مثل ما بتعرفوا لازم يكون مترجم، فما إذا أنت ما ترجمت ممكن ترجم هنا، لأنه أصلا هيك هو بيكون باللغة الإنجليزية. عزيزي المشاهد، بعد أن حصلت على هذه المعلومات والشروط والجامعات، يتبقى عليك خطوة واحدة ومهمة جدا اللي هي خطوة التطبيق. احنا كشركة، شركة كينج ترافل اند ستادي، بنقدم لكم هذه الخدمة. احنا بنقوم بكل الخدمات التالية، وهي مراسلة الجامعات، ترجمة الاوراق او الوثائق اللازمة للغة الروسية، احنا وسيط ضامن لإتمام اجراءاتكم، التعامل المالي السهل في الحجز والطلب والدفع والانتقال. شركة كينج للخدمات الطلابية والسياحية في بيلاروسيا ترافقكم خطوة بخطوة خلال طريقكم، فهي تسهر وتنفذ لكم كل الإجراءات في سبيل جعل تجربتكم تجربة رائعة. وبالأخير أتمنى لكم أحبتي إخواني وأصدقائي وأصحابي أنه تكون الأجوبة والمعلومات اللي قدمت لكم إياها في هذا الفيديو تكون وافية وشافية، وخاصة حول الجامعات البيلاروسية. وهذه ليس كل الجامعات البيلاروسية معلومة مهمة جدا، هذه أكثر الجامعات البيلاروسية اللي نتعامل معها. في جامعات كثيرة أخرى نتعامل معها، بس هذه هي أكثر الجامعات اللي بيطلبوها الطلاب وهي الجامعات اللي إحنا نتعامل فيها. قبل ما أنسى، إذا أنت كنت مهتم في بيلاروسيا لا تنسى الاشتراك في القناة اللي بنحاول إن شاء الله من خلالها نفيدكم كل مرة. ويمكنكم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني الظاهر عندكم على أسفل هذه الشاشة، وأيضا ممكن تلقوه بصندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. كما يمكنكم الاطلاع على المعلومات الكاملة عن هذه الجامعات برضو في ملف عندنا بالPDF. الحلقة القادمة إن شاء الله سوف تكون حلقة مشوقة حول ما يحتاج الطالب، كذلك ما عرفته قبل الالتحاق بالجامعات التي تناولناها في الحلقة. الحلقة القادمة راح نخصصها إن شاء الله لأسعار المعيشة في بيلاروسيا، الشقق والإقامة في عام 2021، لأنه كما تعرفون إنه إحنا كان عندنا فيديوهات قديمة وسابقة عن المعيشة في بيلاروسيا، وكانت هذه الفيديوهات عن عام 2018 و19 و2020، وإحنا الآن دخلين على 2021. بس هذا كل ما حبيت أحكي لكم إياه. شكرا جزيلا لكم على الاستماع والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.